مواجهة استثنائية يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فيوتشر مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي. في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، ويخوض الزمالك المباراة بجهاز فني جديد يقوده أسامة نبيه بعد فسخ إدارة النادي تعاقدها بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتينون، ويتطلع الزمالك لمصالحة جماهيره بعد سلسلة نتائج مخيبة للفريق في المباريات الأخيرة سواء على مستوى الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا. وشهدت قائمة الزمالك التي أعلنها أسامة نبيه استمرار غياب طارق حامد لعدم جاهزيته بعد الإصابة الطويلة التي لحقت به، وتعتبر المواجهة هي الأولى تاريخيا بين الفريقين في ظل الظهور الرسمي الأول لفريق نادي فيوتشر بدور الأضواء والشهرة في الموسم الحالي. ويسعى الفارس الأبيض لتصحيح الأوضاع وتحقيق انتصار يستعيد الفريق من خلاله المنافسة بقوة على درع الدوري الممتاز الذي يحمل لقبه في الموسم الماضي. الزمالك في مهمة مصالحة الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات في مواجهة فيوتشر الليلة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز.